عاشت البشرية مع الجذام لآلاف السنين، ورغم أن الإصابة بهذا المرض كانت بمثابة عقوبة إعدام، إلا أن هذا المرض كان قابلاً للعلاج منذ حوالي 80 عاماً. وحتى الآن تظهر الأعراض أولاً على الجلد والجهاز التنفسي والعينين، وإذا تقدم المرض دون علاج فقد يؤدي إلى حدوث تشوهات. الجذام ناتج عن بكتيريا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبكتيريا المسببة لمرض السل، والتطعيم ضد السل يوفر حماية جزئية ضد مرض الجذام، ومثل الالتهابات البكتيرية الأخرى يمكن العلاج بالمضادات الحيوية. من خلال تناول 3 أدوية مختلفة يمكن علاج المصابين، لكن المرض ما يزال مستوطناً في بعض البلدان. رغم ندرة المرض في أوروبا والشرق الأوسط، لأنه ما زال يصاب به كل عام حوالي 20,000 شخص في الأمريكيتين، معظمهم في البرازيل وفي إفريقيا أيضاً. ومؤخراً تشهد جنوب شرق آسيا وخاصة الهند ارتفاعاً ملحوظاً في الحالات الجديدة. معظم الإصابات الجديدة التي نراها الآن على مستوى العالم تأتي إلى حد كبير من 3 بلدان: البرازيل والهند وإندونيسيا. ما يحدث هو أن الجذام يتركز دائماً في مجتمعات معينة أو مجموعات ضعيفة معينة أو حتى مجموعات جغرافية معينة. هذه مجموعات سكانية بعيدة جداً ومناطق جغرافية نائية، وعادة ما يصعب عليهم الحصول على العلاج، لذلك تستمر العدوى في الانتشار. على الرغم من أن البكتيريا المسببة للجذام ليست شديدة العدوى، إلا أن الأشخاص غير المعالجين يمكن أن ينشروها، وتزيد الظروف المعيشية المزدحمة من خطر الإصابة. وفي بعض الأماكن يواجه المرضى صعوبة في الوصول إلى المضادات الحيوية على الرغم من توفيرها مجاناً من قبل منظمة الصحة العالمية. إضافة إلى ذلك، تجعل الوصمة المرتبطة بالمرض الكثيرين يخفون حالتهم لأطول فترة ممكنة. هذه العوامل وغيرها تصعب القضاء على الجذام تماماً.